نتواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير الكويت، ومن منطلق الحفاظ على الصحة العامة ولأهمية هذه الظروف الطارئة التي نعيشها بالبلاد والعالم أجمع نظير تمدد هذا الفيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع محافظات دولة الكويت. وللوقوف على هذا الموضوع يسر أن يكون معنا على طرف الآخر من الهاتف السيد غانم أسند، مدير إدارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعة التجميلية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. مساك الله بخير أستاذ غانم، ونود أن تحدثنا عن قرار إغلاق جميع الحدائق العامة في دولة الكويت، والذي أصدر معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتبارا من اليوم الجمعة ولشعار آخر. طبعاً نشكر في البداية مساكم الله بالخير، ونشكركم على هذا اللقاء لإظهار بعض الأمور لإخواننا رواد الحدائق العامة سواء المواطنين أو القاطنين على ديرتنا الحبيبة. طبعاً أصدر معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب قرار اليوم بإغلاق الحدائق العامة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والقائمين على هذه الأرض. طبعا هذه احد التوجهات اللي اصدرت عن طريق مجلس الوزراء الموقر، اللي في انعقاد دائم للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا من اليوم الصبح الشباب الكويتي الموجودين في قطاع الزراعه التجميليه في الهيئه اشتغلوا بجد حول الوقوف على كل حدائق دوله الكويت ووضع الملصقات وقرار معالي الوزير. نعم استاذ غانم، ايضا ودي اتكلم عن اهميه هذا القرار في هذا التوقيت بالتحديد. طبعا احنا عارفين ان الوباء الجديد لنا القدره في دوله الكويت الحمد لله عن طريق الوزراء والجهات الحكوميه وعراسهم وزاره الصحه ومجلس الوزراء الموقر على الوقوف على هذا الوباء وامكانيه السيطره عليه، ولكن لو انتشر هذا الوباء عن طريق الميادين العامه والحدائق والمجمعات فانا اعتقد ان المستقبل راح يكون صعب. فالاولويه بالنسبه ل وزارة الصحة أو الهيئة العامة أو جميع الجهات الحكومية، وأنا أعتقد المواطنين والوافدين لهم دور مهم، كيفية حد من انتشار هذا المرض عن طريق عدم التواجد في المواقع العامة. يعني إحنا بالنسبة لنا بالهيئة العامة لشؤون الزراعة تقريبا حدود 174 حديقة عامة في جميع محافظات دولة الكويت. التواجد في بعض المناطق من هذه الحدائق ووجود زحمة قد يؤدي إلى انتشار هذا المرض، وبالتالي الحد من التجمعات هو أحد أساليب الحديثة والعلمية لمحاربة هذا الوباء. نعم. في سياق حديثك أستاذ غانم ذكرت بأن عدد الحدائق تقريبا 174 حديقة في الكويت. مضبوط. نعم. طيب الإجراءات القانونية في حال كان هناك مخالفين لمثل هذه القرارات. طبعا احنا بالبداية لازم نقول أن هذا القرار ظهر لحماية قاطنين أو رواد هذه الحدائق. مو الهدف هو العقاب، ولكن أنا بحميك، فيجب أن يكون هناك وعي وهو أهم من العقاب. الأمر الآخر، هناك فرق من الشباب الكويتي التابعين لقطاع الزراعة التجميلية يقومون بجولات تفقدية طول اليوم من الصباح حتى المساء، وبالتالي في حالة رصد أي تجاوز، لأن بالنهاية هذا مرفق حكومي مغلق، وفي حالة الدخول إلى هذا المرفق فأنت قاعد تتعدى على مرفق حكومي مغلق، وبالتالي سوف يتم إحالتك للجهات القانونية اللي تقوم بعمل العقاب اللازم لك. نعم، وهذا دورنا واجبنا من خلال عملية التوعية والتثقيف أستاذ غانم لمثل هذه القرارات، ونتمنى من الجميع إن شاء الله يعني الالتزام بهذه القرارات، وإن شاء الله تكون بادرة خير بإذن الله لمحاصرة مثل هذا المرض. إن شاء الله. طبعا احنا بالنهاية نشكركم على هذه الأمور التوعوية اللي هي الأساس التطور، ولكن نتمنى من أخواننا قاطنين على ديرتنا الحبيبة سواء المواطنين أو وافدين الالتزام بهذه التعليمات، لأن التعليمات ما هي إلا لصالحهم العام. أستاذ غانم شكرا لك ويعطيك الصحة والعافية وبارك الله في جهودكم. فاصل ونواصل من خلال برنامج مساء الخير يا كويت.